عاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى الخرطوم الاثنين قادما من جوهانسبرغ، حيث شارك في قمة إفريقية تخللها إصدار محكمة في جنوب إفريقيا قرارا بمنعه من مغادرة هذا البلد بانتظار البت بطلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه، لكن هذا القرار القضائي ظل حبرا على ورق. وعقب الوصول عقد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مؤتمرا صحفيا مقتضبا قال فيه إن ما تردد بشأن احتمال عدم مغادرة البشير لجوهانسبرغ هو مجرد فرقعات إعلامية. نحن نقول بأن المحكمة الجنائية الآن تكاد تكون في أفريقيا قد تم القضاء عليها تماما من خلال رفض كل الدول الأفريقية تنفيذ قراراتها. وعقب المؤتمر الصحفي سار البشير في سيارة مكشوفة حول المطار ولوح بعصاه إلى نحو 1000 من أنصاره احتشدوا عند المطار، وقرع الحشد الطبول وغنوا الأغاني التقليدية ولوحوا بالأعلام السودانية. وفي الوقت الذي كان رؤساء الدول الذين شاركوا في قمة الاتحاد الأفريقي يحزمون حقائبهم للعودة إلى بلدانهم، أصدرت حكومة جنوب أفريقيا بيانا مقتضبا أعلنت فيه أنها ستحقق في ظروف مغادرة الرئيس البشير البلاد. وأثارت مغادرة البشير جنوب أفريقيا التي ظهرت وكأنها مخالفة لحكم قضائي غضب المنظمات الحقوقية.